امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وكان اللقاء للحديث عن التطورات اللي بتحصل في المنطقة. الرئيس ركز على موقف مصر الثابت بضرورة عدم توسيع دائرة الصراع وضرورة وقف التصعيد لتجنب الوصول لحرب إقليمية شاملة، واللي ممكن تكون ليها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار كل دول وشعوب المنطقة. خلونا نتعرف مع حضراتكم على تفاصيل أكثر من الدكتور هاني سليمان المتخصص في الشأن الإيراني عن التطورات الأخيرة طبعا وزيارة وزير الخارجية للقاهرة. أهلا بك دكتور هاني، صباح الخير. صباح الخير، أهلا بحضراتكم وكل السادة المتابعين الكرام، أهلا وسهلا. يعني بداية، كيف تقرأ أهمية هذه الزيارة وزير خارجية إيران عباس العراقجي للقاهرة في هذا التوقيت، خاصة أنه الخطاب السياسي المصري منذ بداية الحرب كان دائما ما يؤكد على التحذير من امتداد رقعة الصراع والدخول في حرب إقليمية؟ أهمية هذه الزيارة ورسائل من وراء هذه الزيارة؟ بالتأكيد يعني الزيارة مهمة في توقيت حساس للغاية، وتعكس اهتمام الجانب الإيراني على زيارة القاهرة وجعلها في الخطوات الأخيرة لثقل القاهرة وتأثيرها، وأنها يمكن صوت العقل في هذه الأزمات المتتابعة. دائما السياسة الخارجية المصرية ثابتة وتحتكم إلى مبادئ دعم الاستقرار والوساطة وعدم اتساع الصراع، ويمكن السياسة الخارجية المصرية والمبادئ الخاصة بوزارة الخارجية وأدوات صنع السياسة ثابتة في العديد من المناسبات والأزمات، وده تقدير للدور المصري المهم فيما يتعلق بالصراع وخاصة الحرب في غزة، وإن مصر كانت منفتحة وحذرت أكثر من مرة من مغبة توسيع الصراع أو التداعيات المختلفة على المستويات الأمنية والعسكرية والاقتصادية. وأعتقد أن يمكن جعل القاهرة في المحطات الأخيرة لعباس عراقجي، أنا شايف أن ده تأكيد، لأن يمكن مصر لها دور موازن ولها دور مهم في العمق العربي وفي صناعة القرار. أعتقد أن يمكن هذه الزيارة الإيرانية للعديد من العواصم الهدف منها احتمالة القرار العربي ومحاولة ربما تحييد بعض المواقف أو ربما تحقيق مظلة لدعم عملية الوساطة وتهدئة والاستقرار، خاصة أن إيران ارتأت أن عملية وحدة الساحات لم تحقق الأهداف المرجوة، وبالتالي هي أرادت فصل الساحات ربما دعم مسار للاستقرار في الداخل اللبناني، مسار سياسي، وده واضح من انفتاح إيران على بعض المؤسسات السياسية، سواء نجيب ميقاتي كالقائم بأعمال الحكومة أو نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني. فأنا شايف أن يمكن مصر بتنسيق مع العديد من الدول العربية قادرة على دفع بعض الأطر السياسية ودفع سبل التهدئة، وخاصة أن يمكن لمحاولة ربما تجنب تصعيد إسرائيلي في اتجاه الجانب الإيراني. فأنا شايف أن الزيارة إجمالا مهمة وتعكس الاهتمام بالدور المصري والاحتكام إلى الأدوات الدبلوماسية المصرية، لأنها ما تثبت دائما أن مصر صاحبة قرار وصاحبة رؤية سابقة للعديد من الأزمات. نتكلم على خطورة تطور الصراع، حابين نعرف أنه لو الصراع تطور يعني وصوله لحرب إقليمية شاملة، إيه التأثير ده على المنطقة؟ يعني بالتأكيد يعني إذا كان كلا طرفي الصراع يظن أن التداعيات ستكون ربما ضيقة أو منحصرة في بعض التداعيات الخفيفة، أنا شايف أن ده يمكن تقدير غير دقيق بالمرة. الحديث عن ان تداعيات اتساع الصراع ربما تطال من 14 مليار الى 20 مليار دولار تداعيات اتساع الحرب، وخاصه فيما اذا كانت هناك هجمه اسرائيليه على بعض الاهداف المتعلقه بالنفط، وان كان ده مستبعد نوعا ما خاصه في ظل الضغوط الامريكيه، ولكن اجمالا اتساع الصراع له تداعيات عسكريه وامنيه مختلفه وتداعيات اقتصاديه. لنا ان نتخيل ان بعض الدول اللي ليست طرف اصلا في الصراع، تحدث عن مصر، كان هناك ارتدادات اقتصادية سلبية فيما يتعلق بعائدات قناة السويس. هل ممكن نشوف استهداف مناطق نووية؟ يعني هناك ربما ثلاث مستويات للاستهداف، كان هناك الحديث عن بعض المنشآت النووية أو المؤسسات المرتبطة بها، لكن في الأخير كان هناك تأكيدات أمريكية وربما إسرائيلية على أن الاستهداف لن يطال منشآت التخصيب، ولكن بعض المنشآت الملحقة كنوع من ربما تخفيف حدة الاستهداف، وقد يكون هناك استهداف لبعض المواقع العسكرية البحتة وعدم استهداف الموانئ أو مصافي النفط أو غيره.
وده يمكن اللي كان موجود في التقديرات الأمريكية، وأن الاستهداف سيكون لمنصات إطلاق الصواريخ والمسيرات والمصانع المتعلقة بها وتطويرها، وده يمكن قد يكون أقل الأضرار في ظل مستويات الاستهداف التي كانت ربما متوقعة. وبالعودة للتأثيرات والتداعيات، أنا شايف أن احنا تدهور الأوضاع سيصيب العديد من دول المنطقة بالعديد من التداعيات، لأن إطالة أمد الصراع سيكون له تأثير على الأوضاع الاقتصادية، وقد ربما تطال الأسعار أو سلاسل الإمداد أو تورط بعض الأطراف الأخرى، خاصة أن إيران ربما أحد أهم الأطراف المنتجة للنفط وتصدير النفط في الفترة الأخيرة، وسيكون هناك تأثيرات على مسار الملاحة والتجارة الدولية وغيره. فبالتالي ليس من مصلحة دول الأقليم أو العالم امتداد هذا الصراع واتساعه أكثر من هذا المستوى الموجود. طب دكتور هاني، يعني بعين المتخصص في الشأن الإيراني، كيف تقرأ الحسابات الإيرانية في ظل عدة متغيرات الأيام الماضية؟ احنا أمام ترقب لضربة إسرائيلية لمنشآت عسكرية واقتصادية في إيران، في ظل تطورات متلاحقة، اغتيال أو سيناريو اغتيال القادة سواء في حزب الله، وبالأمس اغتيال قائد ورئيس حركة حماس داخل غزة يحيى السنوار. وحزب الله وحماس نحن نعرف جيدا إنها أذرع إيرانية، وأن هناك دعم إيراني لهذه الفصائل. في ظل هذه التغيرات، الحسابات الإيرانية كيف تقرأ؟ بالتأكيد يعني ده سؤال مهم، على اعتبار أن يمكن الحسابات الإيرانية باتت معقدة للغاية. هناك نوع من التوتر والارتباك في عملية صنع القرار في الداخل الإيراني، على اعتبار أن يمكن إيران كانت حساباتها برغماتية بحتة بعيدا عن تقدير دقيق لطبيعة الأحداث، وده إلا أخر الرد الإيراني ورد حزب الله على الانتهاكات الإسرائيلية، وبالتالي دفعت إيران وحزب الله الفاتورة كبيرة باغتيال حسن نصر الله وقابل إسماعيلية وغيرها من الضغوطات المتتابعة في وقت قصير جدا. وبالتالي أنا شايف دكتور هاني الفترة السابقة، وخاصة أن خطابها التاريخي عن نصرة الأقصى والقدس لم يتم ترجمته بشكل واقعي عند الاختبار الحقيقي، وإنما ثبتت التجربة أنه كان خطاب للتوظيف القضية لتحقيق بعض المكاسب، وإن إيران عندما اكتملت بعض مقدرات القوة لديها هي استخدمت هذه القوة وميليشياتها لاختراق الدول العربية، وعمل نوع من الصدع والفجوة بناء على أسس أيديولوجية وطائفية. وأنا شايف أن يمكن كان هناك نوع من الفجوة وعدم الثقة ما بين الميليشيات المتعلقة بإيران وما بين المركز في طهران خلال الفترة الأخيرة. بالتأكيد تلقي حزب الله لكل هذه الضربات وفجوة غياب القيادة المركزية متمثلة في حسن نصر الله وحالة الارتباك الشديد، أنا شايف أن ده هو ما جعل إيران نوعا ما تتحسس بعض الحلول السياسية، وده متمثل في زيارة عباس عراقجي أو محمد باقر قليباف رئيس مجلس الشورى وزيارتهم للبنان. أنا شايف أن ده بيؤكد أن هناك سبل ووسطات معينة في دعم هذا الأمر. بالنسبة لاغتيال السنوار، أنا شايف أنه هو الاختبار الأهم والأصعب لحركة حماس في الفترة الأخيرة بعد 7 أكتوبر، على اعتبار أن باختيار السنوار كانت الحركة تراهن على مستقبلها السياسي والأمني والعسكري على شخص السنوار، وبالتالي باغتياله ومقتله أنا شايف أن ده سيعقد الأمور. عملية السلام باتت بعيدة، وهناك المشهد معقد والحركة في موقف صعب على مستوى التوازن العسكري والاستمرار مستقبل حماس على المحك. كل الأمور تجعل هناك صعوبة شديدة فيما يتعلق بمستقبل حركة حماس. عملية السلام البعض يتحدث عن أنه يجب الاغتنام بين قوسين فرصة مقتل السنوار لدعم عملية السلام، لكن لا أعتقد أن إسرائيل ستكتفي عند هذا الحد، خاصة أن هناك مقاومات للاستمرار في انتهاكاتها. يعني دكتور هاني، توقعك لإعلان قيادي جديد لحركة حماس، هل البعض يقول ممكن خالد مشعل، البعض يقول أخو السنوار؟ ده أول سؤال. تاني سؤال هو تقييمك للموقف الأمريكي، يعني كاميلا هاريس وبايدن حان وقت إنهاء حرب غزة، ده كان يعني ما قالته هاريس. تقييمك للموقف الأمريكي ومن القيادي الذي يتولى المنصب بعد السنوار؟ نعم، يعني بالنسبة للمنصب ومن يخلف السنوار، أنا شايف أن يمكن
هناك العديد من الأسماء المطروحة، خالد مشعل أقربهم ويليخ أخو الصنوار، لكن بالنسبة لكاريزمة وقدرة الحركة على تجاوز هذا الاختبار، أعتقد أن أيا ما كان الاسم الموجود ستواجه الحركة صعوبة شديدة على مستوى البنية التنظيمية والهيكل والقيادة، وأنها تمر بحالة من الشك وحالة من التراجع الشديد في ظل هذه الأوضاع المعقدة، هيكون لها تأثيرات سلبية بالأكيد. بصرف النظر عن شخصية القائد، لن يكون في كاريزمة سواء إسماعيل هنية أو سنوار، لأن الوضع السياسي والوضع الأمني والعسكري ليس في صالح الحركة. بالنسبة للموقف الأمريكي، سواء كاميلا هاريس وتصريحاتها أو المواقف الأمريكية من جو بايدن وتصريحات لويد أوستن وزير الدفاع بالأمس، أنا شايف أن كلها تصريحات يغلب عليها الصبغة السياسية، ويمكن سمعنا تصريحات ربما شبيهة لها في مواقف سابقة، ولكن لم يكن هناك نية أو إرادة حقيقية لدى الجانب الأمريكي لإحلال عملية السلام باتباع أساليب وأدوات ضغط جديدة على الجانب الإسرائيلي. أعتقد أنه يجب أن تتبلور أولا إرادة حقيقية للقيام بأدوار ضغط متناسبة لمحاولة الوقوف أمام الانتهاكات الإسرائيلية وأمام إيقاف الحرب بشكل فعلي، وليس تصريحات للاستهلاك السياسي. وأعتقد أن هذه اللحظة مختلفة نسبيا عن أي مراحل سابقة، قد تكون لحظة مناسبة لتدخل أمريكا حقيقي، إذا ما توفرت الإرادة سيكون هناك مخرجات ونتائج مختلفة كلية. طيب، يعني بعد اغتيال السنوار مباشرة خرجت أصوات عديدة من دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وعواصم أوروبية بأن هذه هي اللحظة المناسبة بعد غياب السنوار عن المشهد لوقف إطلاق النار وإتمام صفقة لتبادل المحتجزين في غزة. هل فعلا غياب السنوار عن المشهد ممكن يعزز من فرص انهاء الحرب ولا سيعقد الامور اكثر؟ يعني كلا الاحتمالين موجودين، على اعتبار ان اسرائيل دائما كانت تتحدث عن السنوار على انه الرجل الاكثر اهميه والمطلوب رقم واحد، وانه يمثل الجناح المتشدد داخل الحركه، وبالتالي مقتله او اغتياله بيشكل نحظه انتصار قد تكون يعني تحفظ ما يواجه اسرائيل ونتنياهو، وقد يتم تصديرها على انها لحظه الانتصار في قطاع غزه، وبالتالي ده ما قد يفضي الى مساله ان الاهداف الاسرائيليه تحققت، وبالتالي باتت هناك لحظه جديده للحديث عن فرص للسلام بقياده جديده وبترتيبات اخرى مع حركه حماس بالضغط عليها. ولكن على الجانب المقابل، انا شايف ان هي يمكن لحظه صعبة ومعقدة في تاريخ الحركة تريد تجاوزها بأي حال من الأحوال، والإثبات أنها ما زالت موجودة وقائمة وقادرة على قيادة روح المقاومة والوقوف والصمود أمام الجانب الإسرائيلي. الأمر كله برمته في كلا الاحتمالين هو مرهون بالجانب الإسرائيلي. الكرة الآن في ملعب نتنياهو، هو من يتحكم نسبيا في طبيعة المرحلة هو والجانب الأمريكي، وبناء على التقديرات الأمريكية الإسرائيلية نستطيع أن نحدد ما إذا كانت فرصة أو إذا ما كانت عبء جديد يضاف إلى مسألة القيود الخاصة بعملية السلام، وخاصة أن المؤشرات في الفترة الأخيرة والسلوك الإسرائيلي والمجازر في الشمال قطاع غزة وغيرها بيؤكد أنه لا توجد نية حقيقية وأن هناك استمرار نفس النهج والسلوك الإسرائيلي. شكرا هاني سليمان المتخصص في الشأن الإيراني، قراءة وافية عن الوضع الراهن خاصة بعد اغتيال يحيى السنوار.